تركب يا ابن حلال. طب ما تركب بندر في النص، العصايه بتلزق فيا. ليه علامك انت؟ العصايه ما عليك من العصايه، العصايه ما عليك. فشح 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 علامك، ترى المرتبه مليانه غبار. يا من سنه كام العربيه دي؟ ها؟ انت مطلعها من تربه؟ اي ها زين، الغبار زين ترى يعني يزبط وضعك. ما عليك، تنفض ثوبك، انفض ثوبك، انفض. دام انك خلصت انفض ثوبك، فشح فشح فشح. ايوه انتبه. هو المشكله الحين ها؟ المشكلة ايش؟ تدري وين المشكلة؟ في الفتيس. لا مو في الفتيس، في القير. القير هذا ما نمشي الا واحد وثلاثة، الرابع ما ندري بننكب فيه. ما ندري وين. شوف عندنا مشكلة واحدة. مشكلة واحدة بس، الأول والثالث هذه بتيجي معنا. الثاني والرابع ما ندري تلقح معنا ولا لا، والله ما ندري. شفت ولا لا؟ بس احنا بنحاول، بس الريوس عشان بنريوس على الجدار اللي قدامنا. وش فيك؟ وش فيك؟ بقول لك ايه؟ انا عايز اروح لاهلي. طيب ايوه بس عشان امسك الرابع دقيقه بس. الريوس رابع من اولها. لا الريوس الريوس عشان نوخر عن الموتر اللي قدامنا. يا جدع. يا عمي الريوس نزقها. ايش الريوس؟ ننزل نزق وقدام امشي بقى لقدام. انا ماني بنازل معك، هذا ادب في السياره. والله ماني بنازل معك، دف هنت ولا زق ابو سند. زق زق الورا. لا لا يعني دفها دف، يعني دفها دف الموتر دف. ما نقدر نعشق ريوس، كل ما جينا نعشق ريوس نشبنا. ما نتعشى ريوس اهو. لا دقيقه شوف، ابى اشوف. لا انا ما زق بقول لك يا شيل العصايه دي واخبطها في دماغك. احنا مشكلتنا الجير ما جاء مزبوط، المفروض الجير يكون علاقي افضل علاقي.